السلام عليكم. اليوم اورانج جات لكم بالجديد بواحد لو ستيك تي في ديال تشاومي اللي كيخلي لا تيلي ديالكم تولي سمارت غير بهاد المنتوج الجديد. هاد المنتوج الجديد ملي كنحلوا لا بواط ديالو كنلقاو لو غيد يوتيليزاتور ديالو اللي فيه جميع المعلومات اللي خصنا نعرفو على هاد المنتوج. فيه ايضا لو ستيك تي في اللي كيوا عباره كتشبه بزاف لواحد لا كلي يو اس بي. ايضا كنلقاو لاليمونطاسيون, كنلقاو لو كابل اتش دي ام اي اللي كيجي كيعاون لو ستيك باش يتكونيكتا للتلفازه, وكنلقاو لا تيليكوموند الجهاز تحكم على عنده. هاد لو ستيك تي في كيخلي التلفازه ديالكم تولي سمارت تي في غير بالانستالاسيون ديالو. تقدروا تانستاليو فيها لي زابليكاسيون كاملين اللي تحتاجوا تانستاليوها, وايضا لافونتاج ديالو سي كو هو خفيف جدا, يقدر ديرو في جيبك وتمشي لبلاصه اخرى وتعاود تبرونشي في تلفازه اخرى باش ترجعها سمارت. هذا المنتوج بواحد الثمن جد مناسب, نتمنى تستمتعوا به. وموعدنا في جميع نقاط البيع اورانج اللي قريبه لكم. من المهم ديما قريب اورانج.